فريق الدكالي لا وجود للتسلل. نعم ملعوبة الكرة بشكل ممتاز ورفع الكرة على الحارس سيدي خويا. ملعوبة الكرة بشكل ممتاز، تمريرة من رجل يسرى رائعة ممتازة، والهدف الثاني لمصلحة الفريق الدكالي. هدف ممتاز عن طريق اللاعب زكريا حدراف، تمريرة ولا أروع وهدف ولا أروع. الدقيقة الأخيرة من مطلع زمن الشوط الأول، أولمبيك آسفي هدف الدفاع الحقيقي.